جزاكم الله خيرا. تقول: هل يحق لنا تبليل الكفن للميت بماء زمزم الذي أتينا به من البقاع المقدسة؟ ليس لهذا أصل، ليس لتبليل الكفن بماء زمزم أصل، وإنما هذا شيء في نفوس بعض العوام الذي ينبغي أن الكفن يطيب، أن الكفن يطيب بالبخور أو بالطيب، هذا هو المشروع. نعم. بمناسبة تطيب الكفن شيخ صالح، هل يستوي في ذلك النساء والرجال أما التطيب خاص بالرجال فقط؟ يستوي في ذلك الجميع ما شاء الله، لأن أحكام الجنائز لا تختلف في حق الرجال وفي حق النساء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ نعم. هل يجوز لنا أكل لحم الحصان؟ هكذا تسأل. نعم. قبل الإجابة عن هذا نقول إن أحكام الجنائز لا تختلف في حق الرجال والنساء إلا ما دل الدليل طيب على الاختلاف فيه. طيب. بأن المرأة تكفن في 5 أثواب. نعم. وأما الرجل فيكفن في 3 أثواب. طيب.